أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة. نطالع بداية أهم ما قالته المواقع الأخبارية اليمنية والتي ركزت في مجملها على الطرق المختلفة التي عبر بها اليمنيون عن احتفالهم بواحد من أهم الأعياد الوطنية. ونبدأ من أكثر الأخبار تداولا، حيث قال موقع الموقع بوست إن رجلا مختلا عقليا في مدينة يريم حول عرس ابنته إلى مأتم بعد أن فجر قنبلة وسط تجمع للنساء والأطفال. وقالت التفاصيل إن رجل فجر القنبلة داخل منزله وهو مكتظ بالنساء والأطفال، ما أدى إلى مقتله وعدد من النساء والأطفال وإصابة العشرات. ومصادر في المنطقة قالت إن الجاني قام بمداهمة المنزل الذي تحتفل فيه النساء بزواج ابنته، ثم ألقى القنبلة مخلفا عشرات الضحايا. موقع يمن مونيتور تابع واحدة من مآسي الصيادين اليمنيين الذين يعدون من أكثر الفئات تضررا، وعنوان الموقع: إرتيريا تفرج عن 40 صيادا يمنيا بعد أكثر من شهر من احتجازهم. وقال الموقع إن المفرج عنهم وصلوا إلى ميناء الحديدة. وقال مصدر في خفر السواحل بالحديدة إن الصيادين وصلوا على متن قارب صيد يمني إلى ميناء الحديدة أو إلى ميناء الاصطياد في محافظة الحديدة. ويتابع الموقع: سبق أن احتجزت السلطات الإرتيرية خلال الأشهر والسنوات الماضية المئات من الصيادين اليمنيين قبل أن تفرج عن العديد منهم. الجمهورية الثانية تحت هذا العنوان كتب عدنان هاشم مقاله المنشور في يمن مونيتور، وقال الكاتب في أجزاء من مقاله: استباح الحوثيون صنعاء في سبتمبر 2014، ثم دشنوا مشروعهم حتى الوصول إلى عدن. أعلنت طهران عودة الحق الإلهي لقيادة السلطة في البلاد، متفاخرة بالعاصمة الرابعة في مشروعها القومي السلالي. استفزازات الحوثيين للسعودية على الحدود وتصريحات تصدير الثورة للأقلية الشيعية داخل المملكة والرغبة الإيرانية في استخدام أمثل للحوثيين كانت عوارا حوثيا لقراءة التاريخ اليمني مقلوبا. فانتصرت ثورة فبراير مجددا بعد أن ظن الجميع أن النظام السابق سيعود على صهوة جواد أصحاب الحق الإلهي في ثورة ارتدادية فعلية. تكاتف العالم مع ثورة فبراير وإن بمسميات أخرى حتى وصلت إلى المرحلة التي تمر بها اليمن اليوم لأجل ترسيخ أسس الجمهورية الثانية. أخطاء نظام الحكم بعد كل ثورة تتكرر، فمثلما كان السلال مترددا في قراراته ومواجهاته داخل الخط الثوري لثورة سبتمبر، تكررت التجربة مع الرئيس هادي بحسن نية أو بدون حسن نية أو نتيجة المستشارين، إلا أن ذلك ما حدث، وهكذا كتبت وستكتب في التاريخ. ومع ذلك أسست الجمهورية الأولى بصفاء وطموح مستقبل ثورة سبتمبر، وتؤسس الجمهورية الثانية بطموح ونقاء مستقبل ثورة فبراير. اليمن أمام خيار واحد: تأسيس الجمهورية الثانية المستمدة من ثورة سبتمبر التي استلهمتها ثورة فبراير وناضلت من أجلها وتناضل اليوم من أجلها. فالنظام هو نظام فبراير، والجيش هو جيش فبراير، والمقاومة هي مقاومة بدأت في فبراير وستستمر، ونضالها سيستمر حتى تغطي كل أنحاء الدولة الاتحادية الواحدة لتصحح أخطاء الماضي وتبني مستقبل أجيال الجمهورية الثانية المشرق. موقع التغيير نت يعنون في صفحته الرئيسية: الحوثيون يجبرون الشعب اليمني على دفع فاتورة الحرب نقدا. وقال الموقع: دخل المتمردون الحوثيون مرحلة جديدة من التعدي على حقوق المواطنين اليمنيين، فأقروا اقتطاع مبالغ مالية لدعم حربهم على الشرعية في البلاد، وذلك عبر إجبار كل فرد على دفع مبلغ لا يقل عن 500 ريال يمني، ما يعادل دولارين، فيما لا يتجاوز متوسط دخل الفرد في اليمن حاليا دولارا واحدا فقط. وباشرت قيادة التمرد إجراءات تعسفية أجبرت من خلالها كل فرد في اليمن على دفع أموال بداعي دعم الجهود الحربية. وأكدت مصادر متطابقة تعميد
عدد من الوجهاء وشيوخ القبائل للضغط على الأفراد الموالين لهم وإلزام الأسر بدفع مبالغ مالية عن كل فرد من أفراد الأسرة على أن يتم صرف هذه المبالغ على متطلبات الميليشيات الحوثية بعد اقتطاع مبالغ منها لصالح رفاهية قيادة التمرد في اليمن. أساتذة جامعة صنعاء الذين يواجهون الكثير من الصعوبات الاقتصادية تطلب منهم ميليشيا الحوثي أن يساهموا في مواجهة ما يحدث من كوارث، وعنوان موقع الوحدة وينت. نقابة وهيئة التدريس بجامعة صنعاء ترفض استقطاع غير قانوني أقدمت عليه ميليشيا الحوثي وصالح. وأعلنت نقابة وهيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء رفضها للتوجيهات التي أصدرها رئيس الجامعة المعين من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، التي تنص على استقطاع راتب يوم من منتسبي الجامعة لدعم البنك المركزي. وأشار البيان إلى أن النقابة لا تعترض على أي تبرعات طوعية لدعم السيولة للبنك المركزي، إلا أن النقابة ترفض تحويل تلك الجهود لصالح أطراف معينة ومحاولة فرضها بالقوة. وحذر البيان من أي مساس بمرتبات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، مؤكدا في الوقت ذاته احتفاظ النقابة بحقها القانوني باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالدفاع عن أعضائها. لن تتوقف الكتابة على واحد من أهم أيام اليمنيين وعن ثورتهم التي تواجه أكثر الأعاصير قسوة. أشرف الريفي كتب مقالا في الوحدة وينت عن المخاطر التي لن تنتهي، وقال الكاتب في أجزاء من مقاله: 54 عاما على الثورة ولم تكتفي بالنجاح بإسقاط الحكم الكهنوتي المتخلف، بل أيضا بالصمود في وجه كل المؤامرات الداخلية والخارجية التي تعرضت لها الثورة خلال أكثر من 5 عقود من عمرها. هذه الفترة الطويلة من انبعاث الثورة، ولا يزال الجيل الخامس من الثورة يتشبث بأهدافها وينحاز لها أكثر من أي وقت مضى. لا لي شيء سوى أن ثورة 26 من سبتمبر كانت ثورة للمستقبل وللانتقال من عصور الظلام إلى عصور العلم والتطور. جيل اليوم يدرك بوعي وإيمان أن الثورة كانت من أجلهم ومن أجل الغد المشرق المستمر لليمن، ثورة من أجل كل الأجيال. اليوم نحتفل بالثورة الأم في وقت يقاوم فيه اليمنيون مشروع التسلط والحق الإلهي في الحكم، وفي وضع فقدنا فيه السيادة الوطنية وافتقدنا للهدف الثاني من الثورة المتمثل بالجيش الوطني القوي الحامي للبلد والحارس للثورة ومكاسبها. 26 سبتمبر 2016 هو صورة شبيهة بالمراحل الأولى من سبتمبر 1962 التي كانت تواجه فيه الثورة ملكي الداخل والجوار، محطة جديدة لمواجهة انقلاب على الثورة الأم واستغلال حاقد للضرب في كل مقدرات ومكتسبات اليمن. وإذا كان أعداء ثورة سبتمبر 62 التاريخيون اليوم في مواجهة بعضهم، فإن المشترك بينهم هو عداؤهم للجمهورية وللدولة المدنية الحديثة، ولا تزال معاولهم تضرب في جسد اليمن كلا من موقعه وحسب أهدافه ومصالحه التي هي بالضرورة ضد مصلحة اليمن، الأرض والإنسان. إلى موقع عدن تايم والذي عنون في صفحته الرئيسية: استعداد حكومي لإعادة إصدار صحيفة 14 من أكتوبر من عدن. وقالت مصادر مقربة من وزير الإعلام معمر الإرياني إن صحيفة 14 من أكتوبر ستعاود الإصدار قريبا جدا بشكل منتظم ويومي. وأضافت المصادر أن مؤسسة 14 من أكتوبر للصحافة والنشر ستعود للعمل قريبا بعد صدور قرار جمهوري بتعيين رئيس مجلس إدارة جديد يتمتع بالكفاءة والقدرة لإدارة المؤسسات والنهوض بها من الواقع الذي تمر به حاليا. ويقول عدن الغد إن مؤسسة 14 من أكتوبر تمتلك أحدث قاعدة طباعية في محافظة عدن وآلة طباعة صحفية متعددة الوحدات والألوان، وتتكون من برجين طباعيين متكاملين يشمل كل برج منهما 4 وحدات طباعية مزودة بكاميرات تحكم لضبط الألوان لكل وحدة طباعية. موقع المصدر أونلاين تابع أحد الموضوعات وعلق: قوات أمنية تقتل أمير تنظيم القاعدة في المنطقة الوسطى و2 آخرين بمحافظة أبين.
قال مسؤول عسكري إن قوة متخصصة من مكافحة الإرهاب التابعة لقوات الحزام الأمني قتلت قياديا رفيعا بتنظيم القاعدة على مستوى جزيرة العرب بمحافظة أبين. وذكر المسؤول للمصدر أونلاين أن القوة الأمنية في مكافحة الإرهاب حديثة التأسيس اقتحمت منزلا ببلدة العين بمدينة لودر واشتبكت مع المسلحين الذين تحصنوا به وقتلت 3 منهم في عملية نوعية. وأشار إلى أن من بين القتلى عبد الله سعيد حبيبات أمير تنظيم القاعدة في المنطقة الوسطى بمحافظة أبين، وهو على رأس قائمة المطلوبين من قيادات تنظيم القاعدة للسلطات الأمنية. وفي جولتنا المصورة بين أكثر الصور تداولا في المواقع المحلية، رصدنا صور الوفد الحكومي العسكري والمدني إلى ضريح الشهيد علي عبد المغني الواقع غرب محافظة مأرب، حيث وضعت أكاليل الزهور على الضريح، ووردت الصور في موقع مركز سبأ الإعلامي. نشاهد. نذهب إلى فاصل قصير قبل أن نعاود لنطالع أهم ما تناقلته الصحف العربية في الشأن اليمني، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، والبداية في هذه الفقرة من صحيفة العرب الجديد التي جاءت بعنوان يختصر معاناة مدينة يمنية، وكتبت مدينة بلا نوافذ. تقول الصحيفة إن من يجول في الأحياء المجاورة لبعض المواقع العسكرية والحكومية في العاصمة صنعاء يلاحظ اختفاء السكان في العديد من الشوارع. أما السبب فأرجعته صحيفة العرب الجديد إلى القصف والانفجارات التي حطمت الكثير من نوافذ المنازل والمباني، حيث تضررت المنازل المجاورة للمواقع المستهدفة، وكلما حدث انفجار يجد عدد من السكان أنفسهم مجبرين على إصلاح النوافذ، وإن كان آخرون يفضلون تركها كما هي ريثما تنتهي الحرب. لا تنسى الصحيفة أخذ شهادة متضرر من الحرب في صنعاء، وتنقل على لسان المواطن غالب الحميدي الذي يسكن إلى جوار معسكر الحفا والذي لطالما تعرض للقصف من قبل التحالف العربي. إن منزله مكون من 3 طوابق وفيه نوافذ كثيرة، وكلما اشتد القصف على معسكر الحفا المجاور يتحطم زجاج النوافذ، وفي البداية كان يعمد إلى إصلاحه لكنه مؤخرا فضل الانتظار ووضع شرائط لاصقة على عدد من النوافذ كحل مؤقت، مضيفا أن أسعار الزجاج باتت مرتفعة جدا في البلاد جراء ازدياد الطلب عليه نتيجة الانفجارات. الباحث التنموي عبد الإله محمد قال للعرب الجديد إن النوافذ المحطمة تحولت إلى مشكلة نفسية واجتماعية، رغم أهمية النوافذ من الناحية الصحية عدا عن المنظر العام، إلا أن لجوء الناس إلى تركها محطمة يشير إلى أنه باتت لديهم أولويات أخرى للبقاء على قيد الحياة، ويعد ذلك دليلا على اقتناعهم بطول فترة الصراع وعجزهم عن إيجاد الحلول. الخلافات تنهش التمرد الهش. تحت هذا العنوان كتب حمد الكعبي مقاله المنشور في صحيفة الاتحاد، وقال الكاتب في أجزاء من مقاله: في كل يوم يمر من أيام الأزمة اليمنية تزداد الخلافات بين طرفي التمرد الهش المتآمرين، المخلوع صالح من جهة والحوثيون من جهة أخرى. وقد انكشفت الآن هشاشة ما حاول المتآمرون ضد الشرعية إخفاءه تحت سراب وضباب كثيف ضمن حلف المصالح غير الشرعية الذي أقامه هذان الطرفان المارقان سعيا لإشاعة القتل والتشريد وتجويع الشعب اليمني وسرقة البلاد من أجل فرض مشاريع مؤثرة فردية ومخططات سيطرة حزبية، وقبل هذا وذاك تنفيذا لأوامر محركيهم من وراء الستار الطائفيون الذين يخوضون بدلا منهم حرب الوكالة في اليمن وعلى حساب مصالحه الوطنية وتطلعات شعبه التنموية. ولكن
ها هو المكر السيء وقد حاق بأهله، فارتد سحر الحوثي وصالح عليهما وأخذا يتجرعان ما اقترفته أيديهما الآثمة، فأصبحت نار الخلافات تنهش ذلك الحلف غير المقدس بين الحوثي وصالح، بعد أن أدرك الأخير أن انقلابه على الشرعية لم يجد نفعا، وأن ارتماءه بين أحضان الحوثي كانت له عواقب وخيمة، وأن ميليشيات الحوثي ما هي إلا واجهة تنفذ مشروعا إقليميا أكبر منها، ودورها فيه لا يزيد على دور العبد المأمور التابع الذي يحرك كدمى مسرح العرائس من وراء الستار. وإلى عدن، والتي قالت عنها صحيفة الاتحاد الإماراتية في أحد عناوينها إنها تترقب عودة السفارات قريبا، حيث كشف مصدر حكومي أن البعثات الدبلوماسية ستعود قريبا إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد لاستئناف نشاطها عبر السفارات التي ستفتح من جديد. وأكد غمدان الشريف السكرتير الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء اليمني أن الحكومة برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر حققت خلال 200 يوم مكاسب وإنجازات سياسية رافقتها مكاسب عسكرية، وسنشهد قريبا عودة البعثات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في عدن، وكذلك عودة الملاحة الجوية إلى مطار عدن وإلى مينائها. صحيفة البيان نقلت عن المتحدث باسم التحالف العربي اللواء أحمد عسيري قوله: نريد حلا دائما لا هدنة مؤقتة في اليمن، حيث دعا عسيري إلى تسوية سياسية شاملة وليس مجرد هدنة مؤقتة في اليمن، موضحا أن الانقلابيين يرفضون الرد بشكل إيجابي على مبادرة السلام التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في 25 من أغسطس الماضي. وتعقيبا على مقترحات حوثية بوقف العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية للسعودية مقابل وقف غارات للتحالف العربي على معاقل الميليشيات، قال عسيري: التحالف يرحب بأي جهد يفضي إلى حل سياسي حقيقي للأزمة اليمنية، وذلك سيكون أكثر جدوى من أي وقف مرحلي لإطلاق النار من دون أي آليات للمراقبة. إلى صحيفة السياسة الكويتية والتي تتابع تحركات التنظيمات الإرهابية وأنشطتها، حيث عنونت: اعتقال فرنسية كانت بطريقها للانضمام إلى داعش. وقالت الصحيفة إن مصدرا قضائيا فرنسيا وجه اتهاما إلى شقيقة المتطرف الفرنسي فابيان كلاين بالسعي للانضمام إلى صفوف تنظيم داعش في سوريا، وأودعت السجن رهن التحقيق. ووجهت إلى آن كلاين البالغة من العمر 41 عاما تهمة الانضمام إلى مجموعة إرهابية إجرامية، وكان القضاء الفرنسي وجه التهمة نفسها الخميس الماضي إلى زوجها الثاني محمد عمرو التونسي الجنسية، وأودع السجن أيضا. وبحسب التحقيقات الأولية فإن هذه العائلة عزمت في أغسطس من العام 2015 على التوجه إلى سوريا، إلا أنه تم اعتقال الجميع في يوليو الماضي على الحدود التركية السورية ووضعوا قيد الاحتجاز، كما أوقفت السلطات الفرنسية فتاتين متشددتين في 17 و19 من العمر من سكان نيس، وأودعتهما السجن للاشتباه في تخطيطهما لارتكاب اعتداء. مجموعة من رسوم الكاريكاتور نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. إلى اللقاء.